50 مليار جنيه مصري. وبدون شك ان دولة يعني لو استمرت كده الموازنة للأسف الموازنة الموجودة حاليا يعني 21-22 قايمة على أساس ان سعر طن القمح 260. كان ساعتها سنة 2021 وصل 221، فلما نوصل النهارده وصل ل 340 و350، ولو تم التوغل في اوكرانيا هيوصل لمراحل غير عاديه، ممكن لان كل الشحنات من روسيا واوكرانيا لابد من استبدالها من دول اخرى، وهيكون في حجب لكثير من الامدادات، واوريدي الامدادات عندك فيها مشكله اللي هو سلسلة الإمدادات وسلسلة الغذاء. الموازنة لو الدولة بتصرف تقريبا، شوفي المنظومة اللي عندنا في مصر بتعاني من محدودية الإنتاج بدون شك. عندك نقص المياه عامل كبير لكن لو الأسعار استمرت مصر ممكن تدخل في نقص أو في زيادة فاتورة القمح لوحدها ما بين مليار لمليار ونص دولار. طيب احنا بنتكلم دلوقتي على دي قصة القمح تبقى وسلة الغذاء زي ما حضرتك قلت، ومردود ما يحدث على العالم بشكل عام وعلينا في مصر. طيب ارتفاع أسعار البترول عالميا مدفوع بتصاعد الأزمة بين روسيا وما بين أوكرانيا، تتوقع إيه عالميا دكتور نبيل؟ اوريدي النهاردة البترول برنت في الوقت الحالي وأنا بكلمك قدامي الكمبيوتر وصل 96 ل 96 دولار البرنت ونص. وكام؟ ونص. تمام ونص، يعني حكاية المية دي إيزي إنها تيجي يعني من غير اي حاجة، يعني كانوا متوقعين فوق المية. شوفي حضرتك احنا لسه بنعمل دعم للمواد البترولية، احنا ما رفعناش الدعم. اوكي الغاز الطبيعي نشكر ربنا ان احنا عندنا احتياط كبير، احنا عندنا تقريبا 90 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي. احنا بنستهلك في السنة تقريبا 3 تريليون، يعني الاحتياطي اللي عندي بمصر بيكفيني 30 سنة. اوكي ده لو السكان فضلوا زي ما هم. وده ما نقدرش نوعد حد بيه، ما اقدرش اوعدك. اوكي ده بريمير مون. تاني حاجة، اوروبا في وضع حرك زي ما مصر في وضع حرك في القمح، اوروبا في وضع حرك في الغاز الطبيعي والطاقة. اوكي لان اوروبا بتستورد تقريبا ب 500 مليار او 550 مليار متر مكعب غاز، منهم بس 200 وشويه من روسيا. روسيا بتضغط ضغط شديد جدا علشان تمرير الانابيب بتاعتها لالمانيا اللي هي النور ستريم 2، اللي هو جو بايدن يعني اسفا في عدة اوكيشنز كتير قال لك الاوفر هيز داد بادي على جثته ان هو الانبوبة دي هتروح، لان بما معناه ان اوروبا ستعتمد اكثر واكثر على الغاز الطبيعي، عشان كده بيحاول الغاز ال ان جي او ليكوفايد ناتشرال جاز اللي موجود في امريكا. امريكا اكبر منتج البترول واكبر منتج في الغاز الطبيعي، لكن النقل صعب جدا لاوروبا، عشان كده بتحاول ان تستخدم قطر اللي هو الانتاج بتاعها 77 مليون طن، تقريبا 95% منه عقود طويله الاجل مع الصين، عشان كده بتحاول تستخدم قطر وتستخدم مصر وتستخدم الجزائر في ان هي تقدر تسند اوروبا في حالة توغل روسيا لاوكرانيا. والخطوة الاولى اتعملت، ان هو اعلن في دولتين بخط قلم
عمل دولتين جديدتين في العالم والخريطة السياسية بالعالم. نعم. طيب دكتور نبيل، معنى كده ان العالم كله ينتظر ارتفاع عالمي في الاسعار؟ اوفر اند اباف الزيادة عن التضخم اللي موجود حاليا. نعم. نتيجة زيادة الطلب ونتيجة الاختراقات اللي موجودة في سلاسل الامداد وخصوصا من الصين. الصين نفسها بتعاني. الصين نفسها بتعاني. اوكي. من يعني ايه تعاني من ايه؟ عشان كده تعاني من ايه الصين دكتور نبيل؟ من ايضا مشكلة الامدادات؟ بالتأكيد. بالتأكيد. انت عندك مش بس مشكلة امدادات مدام عزة، انت عندك مشكلة عمالة. انت